تحت شعار الدفاع الأوروبي تحيي فرنسا الذكرى السنوية لعيدها الوطني، وهو أحد نقاط الارتكاز الأساسية في سياسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ويشارك في الفعاليات 9 دول أوروبية تحمل احتفالات هذه السنة في ثناياها طبعا خاصا، وذلك لتزامنها مع الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى. واحتفالات هذه السنة ذات طابع خاص، إذ يحمل العرض العسكري شعار التعاون العسكري الأوروبي أحد المحاور الرئيسية لسياسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يعتبر أنه من الأساس للقارة العجوز زيادة استقلاليتها الاستراتيجية. ويشرف ماكرون على الاحتفال بحضور عدة قادة أوروبيين وبمشاركة عناصر من جيوش بلادهم. كما تم الإعلان من خلال هذه الاحتفالات نهاية النزاع مع مرور 100 عام على مسيرة موكب النصر التي مرت من المكان نفسه جادة شانزليزيه. ويتخذ الرئيس الفرنسي من العيد الوطني مناسبة لطرح مواضيع أخرى كجرح الحرب والخدمة العسكرية.